هذا وفرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية جبايات جديدة تحت بند تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات عبر موانئ الحديدة. ورفعت الميليشيا سعر الجمارك 100% على السلع المستوردة عبر المنافذ البرية وموانئ الحديدة. كما فرضت الميليشيا قيودا على استقبال الواردات عبر المنافذ البرية في مسعى منها لتضييق الخناق على الموانئ الواقعة تحت نفوذ الحكومة الشرعية. يأتي هذا فيما تواصل الميليشيا احتجاز أكثر من 300 شاحنة محملة بالبضائع من ميناء الصليف منذ يوم الأحد الماضي في مسعى منها لفرض جبايات عليها بذريعة الموازين. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا السيد عبد الحميد المساجدي رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية. سيد المساجدي أهلا وسهلا بك. إذا يعني تطورات جديدة وتعسفات حوثية برفع الضرائب، يعني ما مبرر الحوثي عبر هذه الرفعات، وكيف تقرأ رفض القطاع الخاص هذا التصرف من قبل ميليشيا الحوثي؟ اولا دوافع يعني اذا كنا نتحدث عن مبررات، الحوثي لا يحتاج الى مبرر لان يتعسف وينتهك حقوق الناس او ينهبها او يسقو عليها. انما دوافع الميليشيات من وراء هذا يعني الترفيع الاخير في الرسوم الضريبيه والجمركيه هي تاتي في اطار اولا دفع التجار الى التخلي عن استيراد البضائع والسلع عبر الموانئ المحرره والانتقال الى ميناء الحديده، اذا انه بموجب التعميم الحوثي الصادر عن وزاره الماليه فانه سيتم معامله البضائع الواصله الى المنافذ البريه المستحدثه كانها منافذ الوصول لاول مره. نعم. بحيث سيتم احتساب الرسوم الضريبيه بنسبه 100% وتوريدها بشكل نقدي، اضافه الى احتساب الرسوم الجمركيه وفق القرار الحوثي بنسبه 50% وهي نفس النسبه التي تستوفى في ميناء الحديده، اي ان الحوثيين الان يعني يريدون ان يعاقبوا التجار الذين يستوردون عبر الموانئ المحرره من اجل اجبارهم الى الانتقال الى ميناء الحديده، اضافه الى ذلك الدوافع الحوثية من وراء هذا القرار هو أيضا معاقبة للقطاع الخاص، معاقبة للقطاع الخاص الذي دخلوا معه في صراع خلال الفترة الأخيرة والتي يعني توجت يعني من خلال اقتحام الغرفة التجارية وتعيين يعني الغرفة التجارية في صنعاء وتعيين قيادة غير قانونية للقطاع الخاص. إضافة إلى ذلك فان القرار يهدف الى مضاعفه اراده الميليشيات وتحسين اوضاعهم الماليه بالرغم من تنصلهم عن التزاماتهم ودفع مرتبات الموظفين. نعم، يعني الى اي مدى يستطيع القطاع الخاص ان يعني يرفض مثل هذه الجبايات الجديده؟ حقيقه الاوضاع معقده وصعبه فيما يخص رفض القطاع الخاص، اذ انه يعني في الاول والاخير طالما اجبر الحوثيون التجار على دفع هذه الاموال فانها ستنعكس بالتالي على اسعار السلع وسيتظهر هناك ارتفاعات سعريه في السلع خلال الفتره المقبله، اضافه الى ذلك انه اذا ما اراد التجار ايضا المحافظه على اسواقهم او وسطهم في السوق في منابت السلع الحوثي فانهم لا يوجد هنالك خيار امامهم الا الانصياع لقرارات الميليشيات، طالما ان الحكومه اصلا يعني فشلت او عجزت عن تهيئه البيئه المناسبه لنقل مراكز الشركات ومخازنهم ومستودعاتهم ومراكز عملياتهم الى المناطق المحرره ولم توفر البيئه الامنه لهذا المجال. اذ انه اذا اضطر التاجر اصلا للبقاء في اليمن بشكل عام فانه سيحافظ على موقعه الحالي يعني بدون اي احداث يعني اي تغيير. نعم. طيب الى اي مدى يؤثر هذا الاجراء الحوثي على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام في مناطق سيطرتها؟ اولا هذه مثلا احتجاز الشاحنات في المنافذ، اولا يعني مثلا انه الان يتم عند اعاده احتساب الرسوم الجمركيه يتم وفق نشرات سعريه جديده ويستغرق من اجل احتساب هذا الموضوع اعاده فرز للبضائع وتاخير للشاحنات لفترات طويله سواء كما سمعنا عن
وتاخير احتجاز شاحنات على طريقه يعني بعد خروجها من الحديده، او حتى كل يوم نسمع عن احتجاز شاحنات في منافذ الحوثي. نعم. التاخير هذا يزيد من يعني من تكاليف نقل وانتظار يعني نقل البضائع او حتى رسوم انتظارها على متن هذه الشاحنات في منافذ الوصول. نعم. اضافه الى ذلك فان مضاعفه يعني تكاليف وصول السلعه الى مناطق صدر الحوثي سينعكس على شكل ارتفاعات في الاسعار. وطالما ان هذه الاموال تتركز في جهه واحده وهي جماعه الحوثي التي تجبي الاموال وتتحصلها من جميع مختلف الاوعيه في مقابل عدم عوده هذه الاموال الى الشعب نفسه، لا على شكل رواتب ولا على شكل خدمات. فشكل نشهد يعني مع بالاضافه الى ارتفاع الاسعار فيكون هنالك مزيدا من الفقر والمجاعه وتعقد الاوضاع المعيشيه والانسانيه في مناطق صدر الحوثي. نعم، كل الشكر لك رئيس منتدى الاعلام والبحوث الاقتصاديه عبد الحميد المساجدي.